الأيام دي لاستقبال العام الدراسي الجديد بعد أجازة طويلة. طبعاً كل سنة وكل الناس بخير. الأجازة دايماً بيكون كلها لعب وراحة، وفي الوقت ده من كل سنة بيجد بعض الأباء أزمة بسبب كيفية تأهيل أطفالهم عشان يعودوا من جديد للمدرسة وأجواء الدراسة. خلونا نقدم بعض النصائح لحضراتكم من خلال ضيفتنا الدكتورة سهام حسن، هي الاستشاري النفسي وأخصائي تعديل سلوك الأطفال، معنا دلوقتي على الهواء مباشرة. أهلا بيك يا دكتورة، وصباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. أهلا بحضرتك. طبعا النهارده طيبين وعام دراسي يا رب، وحضرتك بألف خير إن شاء الله. وحضرتك يا رب بألف خير. الموضوع النهارده مهم، وطبعا احنا بنحاول نستعد زي ما الولاد كمان بيستعدوا، فعايزين نتلاقى يعني في نقطة كده نكون من خلالها قادرين نتفاهم. مبدئيا عايز اعرف من حضرتك اهم السلوكيات اللي بتتغير بسبب الاجازه، ايه اللي بيتغير ما بين الدراسه وما بين الاجازه بالنسبه للطالب او بالنسبه لاولياء الامور بشكل عام، لان احنا في النهايه جزء من كل. اول حاجه طبعا لازم احنا يعني اول حاجه بتبوظ من السلوكيات اللي احنا للاسف بنعود عليها اولادنا هي لخبطه النوم والسهر. زي ان احنا ممكن نربطهم اكتر بالاجهزه الالكترونيه اللي للاسف لما بتيجي الدراسه ما بقاش قادره ان انا اقلل من عدد ساعاتها، او ان انا اركز حتى في ان انا اخلي الوقت يبقى مقنن بطريقه افضل. فدول اهم نقطتين يمكن السلوكيات للاسف بتبقى على اخرها وسيئه جدا وقت المدرسه باسبوع، وهو بيبقى اهم اسبوع انا محتاجه ان انا اهيئ فيه ابني نفسيا للمدرسه، ومش المدرسة بطريقة الخطة اللي هو يلا عشان في دراسة هتبدأ وانت إلزام ومسؤولية. الموضوع مش هيبقى بالشكل ده، وخصوصا مع الأطفال. أنا محتاجة أن أنا أقول لهم أن أنتوا هترجعوا تاني تقابلوا صحابكم، هترجعوا تاني تشوفوا مثلا المدرسين اللي أنتوا بتحبوهم، هتقضوا وقت أفضل، علشان بالطريقة دي أنا أحدد ابني أصلا في أن الدراسة بترجع تاني. لكن فكرة يلا مذاكرة والناس اللي هي بتبدأ دروس من بدري قوي وبتبدأ المذاكرة يمكن من شهر 7 أو 8 وتقول عشان ألحق عشان لما تبدأ الدراسة يبقى أفضل وأفضل، للأسف بيبقى لي انعكاس سيء جدا على الأطفال. فأنا محتاجة أن أنا أركز في نقطتين، وهي أول حاجة طبعا أن أنا أبدأ أضبط نوم أولادي من خلال أن أنا دلوقتي معايا أسبوعين، ممكن أن أنا أخد ساعة من مواعيد السهر علشان يبدأ أن هو يتعود لحد ما تبدأ الدراسة، أن أنا يعني آخر لما أصفر وأقول أنا سهرت ممكن أقعد لحد الساعة 11 بالليل. ومع الوقت لما بتبدأ الدراسة بتبدأ الساعة البيولوجية بتاعت المخ تتعود على ميعاد نوم وصحيان ثابت، فبالطريقة دي أنا هقدر إن أنا أتجاوز عن موضوع النوم وما أخليهوش عقاب اللي هو يلا تفضل نام علشان الدراسة، وعشان ده عقاب أنا مش عايز أروح المدرسة. تسمع من الطفل اللي هو يلا عشان ننام بدري ده أنا مش عايز أروح المدرسة، لا، إحنا الفكرة كلها عشان يبقى جسمنا مرتاح عشان نقدر إن إحنا نركز ونبدأ إن إحنا يبقى بكامل طاقتنا وقوتنا العقلية إن إحنا بنستوعب معلومات أكتر وأفضل علشان نبدأ الدراسة بشكل لطيف ولذيذ. رقم 2 يبقى في حوار. يعني إيه؟ يعني أنا لازم أسمع من إيه؟ مش كل هدفي وهمي عملت إيه النهاردة في المدرسة؟ إيه اللي أنت أخدته جديد؟ لا، أنا ممكن بطريقة أفضل مثلا يوسف صاحبك جه النهاردة لعبتوا مع بعض في البريك، ميس فلانة النهاردة شافت الهومورك بتاعك وخطك قد إيه كان جميل، أبدأ أركز على الإيجابيات مش السلبيات أو المسؤولية. ومش معنى كلامي إن أنا هبعد ابني عن المسؤولية، لا خالص، ده مش المقصود من كلامي، لا، يعني إن أنا هركز على الحاجات الإيجابية وأبدأ من خلالها أدخل بقى يعني إيه النهاردة اللي أنت أخدته في المدرسة، أخدت العربي، أبدأ بالمادة اللي بيحبها ابني، والحوار هيخليني أخش في المذاكرة. عشان في أمهات تقولك إيه، أنا طول اليوم قاعدة بجري وراه عشان نعمل الواجب، وقبل ما ينام بنص ساعة هو يدوبك اللي قاعد حل الهم. ليه؟ لأن أنا طول الوقت يلا عشان نذاكر، وفكرة يلا عشان نذاكر يوه، طب ما أنا 8 ساعات في المدرسة بذاكر وعايزاني كمان أقعد هنا أذاكر. فكرة كلها أنا عايزة أخش معاه بحوار وأفهم من ابني إيه أكتر مادة بيحبها. طب هنا